أول شيء وقبل ما نبلش، إذا كنت جديد على القناة أو حاسس حالك بسبب العنوان دخلت وناطر المتكلم على دقرة لحتى تهاجمه، كأنك شديت القوس وجهزت السهم عليه وناطر كلمة ما تعجبك حتى ترمي سهمك على شكل كومنت هجومي، فبطلب منك، وصدقني كتير صعب على يوتيوبر يقول هالكلمة، سكر هالفيديو وارجع بس كون مروق. بس كون معصب وبعرف حالي إذا دخلت على غرفة بدي أعلق مع يلي جواتها، فمن الحكمة إني ما أدخل، خصوصا اذا عرفت انه الباب مفتوح وانه فيني ايمت ما بدي ارجع بعدين لما اكون مروق، وانه مرحب فيني دايما. كيف بتموت كينونة فكرية؟ تعال ناخد مثلا اللغة. لما بتتمثل مكتوبة بتكون بالكتب على الورق وبالملفات الالكترونية، ولما ما احكيها بتكون عم تنتقل بالهواء عبر الصوت. بس قبل هالشي طبعا بتكون باذهان الناس بيفكروا فيها او من خلالها، مع ديراتهم انه باستخدامهم لها بالتعبير في مجموعة من الناس آخرين رح يفهموها بشكل ما. فلما بنسمع أنه في لغات عم تموت دورياً بشكل مستمر، شو بيكون مقصود بهالكلام؟ بعيداً عن التعريف الرسمي لموت أو انقراض اللغة، تعال نفكر بكم مثال. أول لغة بناخدها اللغة الإنجليزية، حالياً منتشرة ومحكية ومكتوبة ومستخدمة ومفهومة بنطاق واسع، ولغة أم لعدد كبير من الناس. اللغة رقم 2 لغة لوجبان مثلاً، يلي هي لغة مخترعة حكينا عنها بحلقة سابقة من ريبلز، كملت القواعد وفي ناس عم تتعلمها لكن ما أنا لغة أم لأي حدا. 3 لغة تخيل أني أنا هلأ اخترعتها مثلا وحطيت أحرفها وكلماتها وقواعدها وكتبت عنها كتاب ووزعت منه 5 نسخ لأصدقائي. 4 شيء نفس اللغة السابقة لكن بدون ما أعمل كتاب عنها. وضوحا كل لغة من هدول ميتة أكتر أو لنقول عيشة أو حية أقل من يلي قبلها ضمن أمثلتنا. إذن عم نعتبر اللغة شبه ميتة لما ما في كتير مجموعات بشرية عم تستخدمها كلغة أساسية، حتى لو نوجدت بالكتب وبأدوات تخزين مختلفة عن الدماغ البشري، واعتبرناها عايشة وحية أكتر ما دامت موجودة ومستخدمة في أذهان وعقول البشر. طيب تعال نطبق منطق مشابه على الدين. دين واحد، مجموعة من الناس بتعرفه ومعتنقته ومعتقدة أو مؤمنة بصحته وعم تمارس شعائره. 2 نفس ما سبق بس هالمرة الناس ما عم يمارسوا شعائره ومقتصرين على معرفته والاعتقاد والإيمان به. 3 مجموعة من الناس بتعرف عن دين ما بس ما عندهم أي اعتناق وإيمان فيه، يعني يلي عندهم مثل يلي بيصير عندك لما بتقرأ عن أي دين من حضارة بعيدة أو قديمة مثلا بدون ما تعتنقه وتتبنى معتقداته. 4 دين ما حدا بيعرف عنه أي شيء، آخر شخص كان بيعرف عنه شيء قبل ما يموت كتب عنه كتاب مطول بيحكي كل شيء عن هالدين لكن مات قبل ما ينشره، فهيك من وقتها ما في حدا قريان هالكتاب، وباللحظة المعنية ما حدا بيعرف أي شيء عن هالدين ولا حتى اسمه. وضوحاً الفرق كبير كتير بين قديش الدين المفترض بالحالة الأولى عايش وحي والدين بالحالة الرابعة شبه ميت ومنقرض. هلأ صار فينا نسأل أين يوجد الدين؟ بناء على ما سبق بظن فينا نتفق على أنه الدين يوجد في عقول وأذهان معتنقيه والمؤمنين به. بصير حدث إرهابي بينقسم فضاء الإنترنت لناس ما بتعلق على الموضوع وناس بتعلق على الموضوع، يلي بدورهم بينقسموا للا دينيين عم ينتقدوا دين مرتكب الجرم وتعاليمه، ومعتنقين نفس هالدين يلي فينا نقول إنه كمان بينقسموا لقسمين، المتدينين المتطرفين يلي بيدعموا وبيفخروا باللي صار، ووسطيين عم يعزفوا على لحن هذا الفعل لا يمثل الدين الحقيقي ولا يمت له بصلة. لنعرف الوسط بسياقنا، هو شخص يرفض كلياً أي عمل في عنف أو قسر باسم الدين وما بيشوف أنه بيحق له ولا أنه واجبه طبعاً يفرض قيمه يلي متبنيها من مصدرها الديني على الآخرين ما دام تصرفات الآخرين ما عم تؤذي بأي شيء. فيعني الشخص يلي بيشوف أنه ما بصير أنثى تحكم بلد أو بيشوف طبيعي يكون الذكر عنده حريات وصلاحيات أكتر وسلطة أعلى منها، أو بيعتقد أنه الذكر هو يلي بياخد القرارات الخاصة بإناث العائلة لأنه هن رأيهم أقل قدراً، أو ما عنده مانع فكري أخلاقي يتم قتل أو أذية ما يطلق عليهم المرتدين أو الملحدين، أو التضييق على حرياتهم الشخصية أو حريتهم بالتعبير بأي شيء، ولا بيعارض رمي المثليين من سطح بناية أو قتلهم أو حبسهم بشكل أو بآخر. هذول الأشخاص طبعاً ما بتشملهم كلمة وسطي المستخدمة بهذا الفيديو. وكونه جذر تغير المجتمعات سواء نحو الأفضل أو الأسوأ هو النقاشات وتلقح الأفكار المختلفة مع بعض البعض، من المناسب والمثير للاهتمام نشوف وين وبين مين ومين من المجموعات السابقة بتصير أكتر شيء النقاشات.
مع الإقرار أنه هي مجرد ملاحظة من ضمن عينات صغيرة فقط وما أنا أحصائي يوثق بها، في اللي يبدو لي أنه أكتر شيء النقاش عم يصير بين هدول وهدول، وبيقعدوا المتدين المتوسط واللاديني يتناقشوا بمسائل تاريخية ولغوية وربما فلسفية ليشوفوا إذا هذا ما يدعو له الدين الحقيقي أو النص الديني الأصلي أم لا. هذا الحوار لما عم يدور شو في اعتقاد مستتر ضمنه حول وجود الدين؟ هذا الحوار يعتقد بوجود ويدور حول عالم افتراضي يحوي النوايا والمقاصد الدقيقة لنبيه الدين أو الخالق اللي أرسله أو الملاك اللي وصله، وهن بيطلقوا عليه الدين الحقيقي أو الأصلي، رح نسميه هون الدين القديم أو الدين المفترض. لكن هل هذا مكان الدين؟ مثل ما قلنا من شوي، فعليا بلحظة معينة الدين موجود بأذهان معتنقيه، خلينا نسميه لهذا الدين أو التدين الحالي يلي هو التصرفات العملية بناء على التفسير الفلسفي الفكري للدين يلي تبنته مجموعة من الناس بيعتبروا حالهم بينتموا لهالدين بلحظة ما. مع شوية تبسيط فينا نقول انه بمسألة العنف او السلام باسم الدين في عدة خيارات وفق سياقنا، اما يكون الدين المفترض والتدين الحالي اثنينة المسالمين او اثنينة عنيفين او واحد منهم عنيف والاخر مسالم. بناء على حوار هالطرفين وفق مراقبتك الخارجية له، شو يلي يبدو انه بهم كل منهما انه يتحقق؟ السلام يلي هون مقصود فيه ببساطة غياب العنف باسم الدين. إذا متفقين على الافتراض فهم بيكون المتدين اللي سميناه الوسطي رح يكون بيرفض العنف أساسا، يعني كقيمة عليا عنده هون العنف مرفوض. هالشي بيعني على الأقل بالنسبة للمتدين الوسطي والديني البراغماتي إنه الهدف هون هو إنه الدين الحالي يلي يقع بإذهان معتنقيه يكون مسالم، ولو إنه كل منهما يميل للترسيخ واحد من هالاحتمالين دون الآخر، بس بيضلوا متفقين على الأهم والأولى مقارنة بالطرف الآخر يلي مركز على العنف وترسيخه فكرا وقولا وفعلا. بعتقد بهيك سياق لازم يكون عند المتدين الوسطي الجرأة يقول انه لو فرضا ما كان عنده الا هالخيارين لكان اختار هاد، ويكون عند اللاديني الجرأة يقول لو فرضا ما كان قدامه الا هالخيارين لكان اختار هاد. تعال ناخذ المثال الشهير يلي بيخص تعبير واضربوهن. في تفسير بيقلك ضرب مبرح مؤدب، تفسير بيقلك ضرب غير مبرح، شي بيقلك ضرب بالسواك، شي بيقلك بالعربي كلمة ضربة تعني ابتعد وهجرة فبالتالي المقصود هون انه يبعدوا عنهم، وشي بيقلك تفسير قرآني بدون تدخل السرياني منقوص وبالسريانية أدرابيه تعني عاكسة والمقصود هون انه عاكسون وشوزهن. شو هو التفسير الأدق؟ أنا رأيي شخصيا بوضع الأنثى بالعالم العربي اليوم آخر همي جواب أي تفسير هو يلي كان مقصود لما قيل. وشو بهمني لك؟ انه تلتغي عقلية السلطوية الذكورية من أساسها من عقليتنا وندرك لأخلاقيتها. ما واضح الفرق الإنساني والاجتماعي والأخلاقي بالتعامل مع الأنثى بين أمي معظمها بيعتقدوا بهالمعنى وبين أمي معظمها بيعتقدوا بهالمعنى؟ لو شخص لا ديني مهتم بعموم السلام على البشرية، شو بيتمنى بينه وبين حاله لو ما كان عنده إلا هالخيارين؟ يكون ابنه مؤمن بدين ما ومسالم مع نفسه ومع الآخرين، أم لا ديني وعنيف؟ لو شخص ديني وسطي بيتمنى عموم السلام وما عنده إلها الخيارين، شو لازم يفضل؟ يكون ابنه لا ديني مسالم أم متدين وعنيف؟ بعرف ما حدا مضطر يحصر حاله بين هيك خيارين بالسؤالين السابقين، لكن لازم نتجرأ نواجه فكريا هالأسئلة الافتراضية لنعرف أولوياتنا مرحليا، ونقبل نأجل النقاش الفلسفي التاريخي اللغوي يلي أكاديميا ما بننكر أهميته تبع المعرفة الدقيقة بنوايا الدين القديم، وإذا ما كان هاد شي ممكن أساسا أم لا كونه محمول على كيان لغوي يلي هو بطبيعته متغير مع الزمن. هلأ في لا ديني غير براغماتي على قناعة أنه الدين عم ينتهي، يمكن لأنه شايف الناس بأعداد مقليلة اليوم عم تشهر أكثر بانتقادها أو بعدم اعتناقها لأي دين عبر وسائل التواصل الاجتماعي يلي إضافة مساحات واسعة لحرية التعبير بالقضايا الدينية وغيرها يلي ما كانت متوفرة بهالشكل من قبل. لكن ما بعرف وين في أدلة على أنه هالشي ممكن يصير قريبا على كل حال، ولا شايف كيف ممكن تكون هي أولوياته حاليا وفقا لما سبق. هالفيديو هو دعوة لهالطرفين يكونوا عمليين ويستخدموا وقتهم وجهدهم وأفكارهم بشكل فعال نحو الهدف المرجو ويلي هو عالم وفكر أكثر سلاما خصوصا بالمجتمعات الناطقة باللغة العربية، ويتوجهوا بحديثهم للطرف يلي بيشكل المشكلة الحقيقية. قد يكون برأيك صعب ينفع الحوار مع هاد، لكن في تدرجات كثيرة بين التوسط وأقصى التطرف، والناس يلي هون ممكن يتأثروا إيجابا بالكلام المحسوب صح. وكمان دعوة للوسطي لما بيسمع تعبير إصلاح ديني سواء من شخص من داخل الدين أم من خارجه، بدل ما ياخد موقف دفاعي ويضيع جهده وطاقته ويعتبره مؤامرة عليه أو عشي غالي عليه وياخد دور الضحية، يركز على المحتوى اللي عم يتقدم له، يناقش على أساسه،
يركز على أولوياته وبعدين يقبل ويرفض. عم قول هالكلام لأنه بتحس أحياناً يلي عم يصير شبيه بالسيناريو التالي. بيجوني شخصين كل منهما معه صندوق، واحد أحمر والتاني أصفر، وأنا جايني من قبل ورد حلو ريحته كتير عجبتني بالصندوق الأحمر، فبروح قبل ما أفتح أي صندوق بقول خلص بدي الأحمر عجبني أكتر، مع أنه بجوز هالمرة يكون في سكاكين بدل الورد. بعدين ما حدا مانعني أسأل شو محتويات كل من الصندوقين وافتحهم مع مهلي، بلوا أني اختار محتويات من هون ومن هون وآخدها. حصر التركيز على لون الصندوق أو على يلي مكتوب عليه من برا قبل ما نفتحه شبيه بالشعور يلي أحيانا فيك بسهولة نسبيا تتلمسه من هالطرفين، المعتدل واللاديني، لما بيعتبروا أن المعتدل والمتطرف بيجمعهم صندوق أو ليبل الدين. بتمنى يكون هالفيديو من الشغلات اللي ممكن تقنعك أنه هذا الشيء فعليا ما دقيق أبدا. وإذا بنقاشات بسيطة على الإنترنت من وراء الشاشات ما قادرين ولا عنا مرونة نشوف وين الأولويات، فما بعرف شو فينا ننطر ونتأمل من أي حدا بموقع وموقف أكثر حساسية ومسؤولية. ملاحظة أخيرة، بالأمثلة أعلاه قسمنا أحيانا المتدينين لوسطي معتدل مسالم ومتطرف عنيف، بينما عند اللاديني ما عملنا هالتقسيم. فبيجوز هون لازم نذكر بشغلة، اللادينية خاصية ما بتخبرنا عن صفات موجودة بشخص ما، لكن بتخبرنا عن غياب شيء معين عنده ويلي هو التدين. فكون الدين غائب عند اللاديني وكون موضوع النقاش بأغلبه كان عن العنف الديني، فالشخص اللاديني بالضرورة وبالتعريف ما عنده عنف ديني. قد يكون عنده عنف من نوع آخر، مثل ما قد يكون عند المتدين الوسطي عنف ما من نوع وذو جذور وأسباب غير دينية. هي كلها أشياء خارج سياق هذا الفيديو. آخر شيء بحب أقول أنه كل كلمة حكيتها بحياتك كان فيها ضمنياً اعتقاد بأنه إلى أثر على فكر من يستقبلها ويتلقاها. على هالأساس إذا كنت من الناس اللي داخل بنقاشاته بهالخصوص على الإنترنت يلي يمكن بالعادة ما يطلع منها أي نتيجة إلا غضب أو فشة خلق أو شعور وهمي بانتصار لأثر له نهائياً، بتمنى تكون هالحلقة أضافت لك شيء وخلتك تعيد التفكير وين المحل الأكثر أثراً وخطراً ممكن يكون، وين ممكن معجزة تلاقح وولادة الأفكار تلعب دور وتكون ذات أثر فعال مهما كان صغير. وإذا كنت شايف هالفيديو ممكن يلعب دور إيجابي بهالحوار، ساهم بنشره على السوشيال ميديا مع أصدقائك، وبانتظار آرائكم وإضافاتكم ونقاشاتكم المحترمة تحت بقسم التعليقات. سلام.